مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، والخبر اللي جاي عن الثانويه العامه. الثانويه العامه دي عامله مشاكل على طول كل سنه، بالرغم من انه المفروض انه خلاص مشاكلها بقت قديمه، يعني المفروض ان يبقى في سهوله في حل هذه المشكلات، لكن مفيش فايده. النهارده وزاره التعليم بتنفي صحه ما تردد عن ارتفاع نسبه الرسوب بالثانويه العامه. الثانوية العامة لا زالت تسيطر على عقول وقلوب كل أولياء الأمور، زي ما احنا عارفين إنه البيت اللي بيبقى فيه ثانوية عامة البيت كله بيبقى فيه حالة طوارئ، الكل منتظر النتيجة، منتظر مصيره. النهاردة الوزارة نفت شائعات كانت بتقول إنه في نسبة رسوب كبيرة، وأكدت إنه التصحيح هيبقى بيراعي بعض الضوابط عشان ما يبقاش يعني في نسبة رسوب كبيرة وفي تظلمات كتيرة. خلونا نفهم التفاصيل أكتر من الدكتور رضا حجازي، مدير عام امتحانات الثانوية العامة. مساء الخير يا دكتور رضا. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أولا يعني الإشاعة اللي حصلت ديت وطلعت في الفترة الأخيرة إنه كمية رسوب كبيرة لطلبة في الثانوية العامة، ده صحيح ولا لا؟ بص الكل، أنا عايز أقول اتفضل حاجة. أنا عايز بس أقول لكل الناس كفاية بلبلة. اللي سايبة البلد؟ بلبلة بلبلة. اللي عاملة بلبلة، اتفضل. لأن إحنا قبل الامتحانات كانوا يقولوا هيجيبوا الامتحانات للولاد، وبعد الامتحانات يقولوا هنجيب لهم النتيجة. مش عارفين يعملوا دي ولا يعملوا دي، يقول لك النسب ضعيفة. أنا عايز أقول لك إن إحنا عندنا اليومين الأخارة في الامتحانات إحنا بنشطب التصحيح بتاعهم دلوقتي. طيب نسبة الرسوب ايه يا فندم؟ يا ست الكل، ازاي نسب تطلع وانا لسه بشطب في التصحيح؟ لا هي ما هو حضرتك لسه بتشطب، بس النسبة الأكبر هتكون ايه اللي أنت وصلت لها لغاية دلوقتي؟ أنا عارفة إنك ما خلصتش، بس لغاية دلوقتي الأكبر ايه؟ النسبة الأكبر. هو أنا عليا، لأن الكلام ده كلام مهم. أيوه. أنا طالما ما أنهتش التصحيح فما فيش نسب بتطلع. واخد بال حضرتك؟ ده امال الاشاعه اللي طلعت دي طيب طلعت ازاي ومن مين؟ ده مسؤول عنها اللي يطلعها بقى. دي اشاعات. انا بس عايز اقول لك احنا على يعني في النهايه بنشطف التصحيح على السبت، نكون مخلصين ان شاء الله، والنتيجه في مطلع الاسبوع اللي هو الثالث باذن الله. طب هل هيكون في رحمه في التصحيح او مراعاه للظروف اللي حصلت والامتحانات اللي جت صعبه وتسريب بعض الامتحانات، كل المشاكل دي هيكون فيها مراعاه للتصحيح؟ دكتورة جيهان، في ضوابط بتحكم التصحيح، في نموذج إجابة بيحكم المصححين، في مراجعات بتتم على المصحح، في مراجعة في الحجرة، مراجعة حتى بعد من الامتحانات، في معايير لدرجات الرأفة. الموضوع بضوابط مش بأهواء شخصية. حضرتك هتفتحوا باب التظلمات إمتى؟ بعد النتيجة بيومين بنفتح باب التظلمات. النتيجة هتخلص إمتى دكتور رضا؟ النتيجة إن شاء الله، لا يعني تحديدا لا، يعني إن شاء الله مطلع الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بإذن الله. الأوائل حضرتك هتعلنوهم إمتى؟ لا الأوائل غالبا بتبقى قبل الاعتماد النتيجة بيوم. طيب يعني إحنا بس بنسأل إنه كل سنة بيبقى فيه مشاكل كتيرة قوي للثانوية العامة. أساسا الثانوية العامة دي بتعمل طوارئ في البيوت وتوتر نفسي للأهالي وللطلبة. ليه ما بيبقاش في محاولة شوية ان احنا نحل المشكلات دي من قبل ما تحصل واحنا بنبقى عارفينها خلاص؟ يعني دي كل سنة بتحصل. بص حضرتك، طالما الثانوية العامة هي البوابة الوحيدة اللي بتكون الجامعة، التوتر ده موجود. وبعدين في جزء من ثقافة المجتمع على فكرة، دراسة الناس كلها عايزة تدرس مثلا الطب او الصيدلة. انا بقول لهم ادرس اللي بتحبه وهتتفوق فيه وهتثبت ذاتك. بشكر حضرتك دكتور رضا حجازي، مدير عام امتحانات الثانوية العامة. طيب